في توقعات احوال الطقس حذرت مصلحه الارصاد الجويه في نشريه خاصه من هبوب رياح قويه مصحوبه بتطاير للرمال وحسب النشريه فان الولايات المعنيه هي شمال تندوف شمال ادرار شمال تمنراست شمال اليزي وبشار بالاضافه الى ولايه كل من غردايه ورقلان عامل بيض الغواط الوادي وجنوب الجلفه والرياح سيكون ابتداء هبوب الرياح سيكون ابتداء من الساعه 9:00 إلى غاية التاسعة مساء من نهار اليوم